مسك ختام السباق 19 وانطلاقة طيبة. نتمنى السلامة للجميع وننتقل بكم مباشرة إلى المضمار. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا مشاهدينا الاعزاء مرة اخرى ننطلق معكم الانطلاقة الختامية وختام هذه الاشواط وختام هذه الفعاليات وهذه السباقات، سباقات الرجل العربية الاصيلة ولحظات الانطلاق ومع شوط الختام للقاية بكار مسافة 4 كيلومترات. ونحن معكم ومع هذه الانطلاقة ونحن في مقدمة الشوط والمسيرة تسير، ونأخذ معكم صاحبة المركز الأول، نأخذ معكم صاحبة المركز الأول هنالك بالجبار لهزاع بن عيد الشمري في أول المراكز. المركز الثاني، المركز الثاني ذيب محمد بن علي الحيمر، وايضا التسلل هناك من الجناح الايمن اللي هي بارودة سعيد بن حمد بن زنيفر المري. والمركز الرابع، المركز الرابع اللي هي خوف لخالد بن ابراهيم الشطي. المركز الخامس، المركز الخامس اللي هي لحظات، ناخذ المركز الخامس اللي هي العبار المشرف بن ناصر العبداني. وايضا المركز السادس اللي هي غارة لربيح بن فراج العجمي. والمركز السابع على ما اعتقد جلمودة لمشعان بن محمد العتيبي. وايضا نرى شعارة ابرا محمد العجمي اللي هي سلام، على ما اعتقد سلام، اللي هي سلام، فعلا سلام. ولكن نعود معكم الى مقدمة الشوط ونعود معكم الى بنت جبار. يا سلام بنت جبار، يا سلام. الله ايضا مشارك هنا راعي مثيرة. هذه بنت جبار لهزاع ابن عيد الشمري، يقود المقدمة ويقود الصدارة على ظهر بنت جبار. ها هي بنت جبار تسير في المقدمة وبدون اي منافس، لكن ناخذ معكم ثاني المراكز، ناخذ التغيرات في ثاني المراكز وفي ثالث ورابع وخامس وسادس المراكز وجميع المراكز باذن من الله تعالى. المركز الثاني نرى شعار محمد بن علي الحامر اللي واصل هنا على ظهر الذيبة، الذيبة لمحمد بن علي بن راشد الحمل. المركز الثالث، المركز الثالث اللي هي جلمودة، اللي هي جلمودة لمشعاب محمد العتيبي. والمركز الرابع، المركز الرابع اللي هي خوف خالد ابراهيم الشطي. والمركز الخامس، المركز الخامس نرى شعار زبران محمد العجمي اللي هي سلام، سلام يا سلام الله. والمركز السادس الخام او السادس عفوا، المركز اللي هي غارة لربيح بن فراج العجمي. والمركز السابع، المركز السابع اللي هي الغالية، الغالية الغالية مشعان بن محمد العتيبي. والمركز الثامن، ناخذ معكم ثامن المراكز، هناك بارودة سعيد بن زنيفري المري. والمركز التاسع حاملة رقم 32 اللي هي العبارة مشرف بو ناصر العبداني. وعاشت مراكز هنالك نرى حاملة رقم 34 اللي هي الشاهنية اللي هادف ابن محمد المري. اذا مشاهدين الاعزاء نعود 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 مع المقدمة وراعي بن جبار يا سلام، وال 1200 متر الاخيرة ومع بنت جبارة، بنت جبار يا سلام، بنت جبار يا الله يا الله. هزع ابن عيد الشمري
في اول المراكز، لكن والله الوصول عطني نقلة على المراكز المتقدمة الواصلة في المركز الثاني والثالث والرابع والكيل والاخير والكيل والاخير، ولكن اللي واصل خالد بن ابراهيم الشطي على ظهر خوف 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 ارعب الجميع اليوم. خالد بن ابراهيم الشطي في ثاني مراكز المركز الثالث، محمد بن علي الحيمي وايضا سلام جبران محمد العجمي وايضا غاره للربيح بن فراج العجمي، ولكن نعود مع مقدمة الشوط بالجبار هزاح بن عيد الشمري، ولكن خوف 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 خوف، ولكن بالجبار ولا خوف بالجبار ولا خوف، يا الله اشتدت المعركة اشتدت المنافسة على ما اعتقد شوط الكأس، الكأس بالانتظار الكأس بالانتظار، الله يا خوف خوف الرحب الجميع اليوم خالد بن ابراهيم الشطي، يا الله 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 الله، ها هو ها هي خوف، ولحظات الوصول ولحظات الفوز ولحظات الوصول الى خط النهايه مع الفوز والنمر الثانينا، والف مبروك للسيد خالد ابراهيم الشطي على حصول خوف في المركز الاول، تهانينا والف مبروك والناموس على حصول خوف في المركز الاول. المركز الثاني اللي بالجبار هزاعي تم، المركز الثالث غاره ربيح بالطيب العجمي، المركز الرابع سلام جبران محمد العجمي، المركز الخامس محمد بن علي الحيمر وايضا هادف محمد المري ومشعاف محمد العتيبي، وبقيه المراكز نترك لجنه خط وتحكيم، وتهانينا والف مبروك لجميع الاخوه الذين شاركوا في هذا اليوم، ونصف لهم التهاني والتبريكات، والى اللقاء في سباقات اخرى، احييكم من هذا المنبر معلقكم عبد الهادي بن حسين اللطيف.